ومن غلا للجن ورغم المشاغل والظروف جيت صوت على الجنو طرب حث المسير وربعها لاد من جوار مورت السيوف دون حد الدار والطفح سند الظهير هجاس على هجار دم ودر ما تطف لين يسخرها من البيت الأول للأخير ما اختلف مبناها ما اختلفت الشفاف هذا من السلاح حد من حد الشطر أخذ النقر قطع الحروف واكتب اللي يجعل الشاعر المبدع يحير بالقصيدة وقف اجلس واجلس وقوف كل صاحب ذايقه فوق ببها مه يشير كل صاحب ذايقه فوق ببها مه يشير من عاده صغير ربعه على ابن جاري مورد السيوف دون حد الدار والطفح سند الظهير دون حد الدار والطفح سند الظهير ما على ديدنها من قديم الوقت خاف ما تجزر احتدهم لو ينصر لا ينصر خصمهم شمسه يجي على هم به كسر ما لهم نال الجنال اما فر ولا مطر يجهرونه بشهب المر وعيونه تشوف ما يجونه غدر ما هم بخده لا تصير غيرهم لو شاش راسه على قرع الدفوف ما يشوش الجروي الا لي صاح النذير ما يشوش الجروي الا لي صاح النذير مع الباب الكبير انت شيخ الجنو يا ابن قبلان معروف من فقرة نجد الانجاد يا سودة عسير من فقرة نجد الانجاد يا سودة عسير هجس عليها جار دن ودر ما تطف لين يسخرها من البيت الاول للاخير ما اختلف مبناها ما اختلفت الشباب هذا اللي من السلاح حد من حد الشباب الحروف واكتب اللي يجعل الشاعر المبدع يحير بالقصيدة وقف اجلس واجلس وقوف كل صاحب ذايقه فوق ببها مه يشير كل صاحب ذايقه فوق ببها مه يشير لعود لا تزاب المعادي ما يروف شايب انحاز النوامس من عاده صغير ربعه لاد ابن جاري مورد السيوف دون حد الدار والطفح سند الظهير دون حد الدار والطفح سند الظهير ما على ديدنها من قديم الوقت خاف ما تزال احتدهم لو ينصر لا ينصر خصمهم شمسه يجهرونه بشهب المر وعيونه تشوف ما يجونه غدر ما هم بخده لا تصير غيرهم لو شاش راسه على قرع الدفوف ما يشوش الجروي الا لي صاح النذير ما يشوش الجروي الا لي صاح النذير ما يتهمه وما يحتاج
كبر حتى شيخ هذا الجنوب يا ابن قبلان معروف من فقرة نجدلان جاد الياسودة عسير من فقرة نجدلان جاد الياسودة عسير